السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في المقطع الجديد ونكمل سلسلة تجديد الزد 280-1977. طبعا اللي ما يعرف أنا إيش قناتي بالغالب صراحة كذا محتواها يعني يمين يسار متشعب، مرة هنا ومرة هناك، لكن أنا أميل صراحة للرحلات والسيارات بشكل جدا كبير، السيارات خصوصا. فلذلك لو تلاحظ أغلب المقاطع عن السيارات. طبعا إذا أنت ما أنت مشترك في القناة، أتمنى أنك الآن تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، وفي نهاية المقطع تعطيني سواء ملاحظاتك أو لايك إذا عجبك المقطع، وإذا تبغى تسوي شير سوي شير براحتك. لكن على مقطعنا اليوم، طبعا أنا متوجه الآن لورشة دهان، موقعها تحت أو الجوجل ماب يعني تحت موجود. إذا أنت حاب اللوكيشن، إذا أنت تبغى تروح تشوف الورشة وعندك سيارة تبغى تسويها، طبعا الورشة هذه مختصة بالسمكرة والبوية والتجديد السيارات. السيارة سابقا مثل ما أنتم عارفين كانت في عند الميكانيكي فترة جدا طويلة، قعدت يمكن 8 شهور، وذلك يعني بسبب نقص القطاع وأنك تدور قطاع وانشغالي أنا، يعني ما أقدر أروح مثلا أجيب القطعة وأديها للميكانيكي، فكنت محمله الحمل هذا كله على أساس أنه هو يسوي كل شيء. فأنا الآن الحمد لله يعني السيارة خرجت من الميكانيكي، راحت للورشة، والآن احنا متوجهين خلاص، احنا في الفاينل ستيج أو المراحل الأخيرة من الاتفاق على أساس نتفق طبعا مثل ما أنا أبغى. والشيء اللي صراحة بعد عدة مناقشات واستفسارات مع شباب وناس عارفة في السيارات، قررت أنه أفضل لون هو اللون الأصفر، زي الصورة هذه اللي طلعت الآن، زي ما انت شايف ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني اللون الاصفر على الزد الفرخ اول شيء ما هو موجود في السعوديه، يعني انا ما قد شفت صراحه، ممكن يكون موجود بس انا ما قد شفت نهائيا، مع الرغم اني دائما في الانستغرام ودائما احاول ابحث عن السيارات على اساس اشوف الالوان، لكن ما قد شفت زد لون اصفر في السعوديه. فزي ما انت شايف يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، بالجنوط السوداء والصدامات السوداء نعطيها نظرة صراحة، والفلايرز هذه اللي هي اللي فوق الرفارف، ذي الزوايد اللي فوق الرفرف، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تعطي السيارة منظر جدا 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 فظيع. طبعا اتفقنا احنا والورشة انه اللون الاصفر الدرجة حقيقة ما اخترتها الى الان، ولكن راح نختارها ان شاء الله قريبا مع صاحب الدهان. بس حبيت أوريك الصورة اللي قبل شوية على أساس تكون عارف تقريبا الشكل الأولي، لأنه هذا بيكون الشكل الأولي، يعني السيارة هذه إن شاء الله بإذن الواحد الأحد حيسوقها فهد اللي هو إن شاء الله ابني في المستقبل، الله يرزقنا وياكم. فالسيارة حتكون بدايتها كذا بإذن الواحد الأحد، حنوصل للستيج هذا أو الشكل اللي قبل شوية وريتك هو، وبعدين راح نوصل للشكل الثاني إذا في أشكال ثانية، يعني مثلا إذا في روكت باني، إذا فيه والله مثلا جنط جديد، شيء جديد بنسوي، طبعا بنركب إيرباكز وحركات. فأنا رايح الآن متوجه للورشة، نشوف السيارة ونشوف إذا بدأوا يشتغلون فيها أو لا، وبعدين إن شاء الله نعطيكم آخر التفاصيل من داخل الورشة. طبعا هذه ورشة دهان، خلينا نشوف الشغل، شوف ما شاء الله المرسيدس، بصور كيف حارك، شوف ما شاء الله لسه طبعا لسه مرش، هذا مرش صح؟ هذا باقي مرش المرسيدس، ها الرش رشيتوه؟ لا ده جبت انا، مش رش، هذا اساس بس مش رش ما شاء الله. هذه طبعا سيارة الزد، هذا الكرسي بتاعي، شوف كيف يعني لو تلاحظ حتى الارضيه شوف كيف متاكله، هذه القواعد اوكي، فالمهمه كبيره صراحه، يعني بعدين انكم تثبتونه على ارضيه، بعد ما تخلص الارضيه حترتب الكراسي عليه، حتسوي له قاعده. انا ودي اصور السياره بس انه الشباب يتكلمون فقلت خليها بعدين. ما شاء الله ها انت عاد المعلم، انت اللي عاد بتضبطني ترى، ها ترى انا يعني الامل في الله ثم فيك، وعمي سامح، وعمي سامح
والله هو اللي بيمسك السمكرة. مين اللي حيمسك الصدى والتصفيح؟ سامح ايش تبغى بس امرني. طبعا هنا شوف بدأوا الشغل ان شاء الله. الماكينة حتنزل بإذن الواحد الأحد، والجير هذه حينزلها الميكانيكي. يعني زي ما انتم لاحظين وانا قد تكلمت عن السيارة، صراحة السيارة جلست في الثلج فترة جدا طويلة، فمهمة انهم يصفحونها من جديد من هنا. لو تلاحظ يعني الشاصي والدنيا هذه كلها صدي، اشوف يعني اشياء كذا. ابغى اوريك بس الشغل الامريكي عشان في ناس مغشوشة بالشغل الامريكي. شوف طبعا هذه صفيحة، شوف هذه صفيحة، هذه ما هي بلد حلو. بس شوف، فشوف شوف هذا الشغل الامريكي، تشوف كيف، شايف كيف هذا اللون الاصلي حق السيارة وهذا اللون القديم. فهم ان شاء الله باذن الله راح يقصوا المنطقة هذه بالكامل، حيقصونها من هنا وحيصفحونها. طبعا شوف عشان تعرف شغل امريكا، هذا شغل امريكا تشوف. طبعا هذه انا قد وديتها للورشة وسويت الارضية، شوف ايش سوى في الارضية. طبعا انا ما كنت ادري صراحة، لانه اخذت السيارة ما كان فيها شيء تقريبا سنة، بعدين امورها صارت طيبة. بس لاحظ يعني شوف كم طبقة حط طبعا الطبقة هذه والطبقة ذي حلو، بعدين حط الطبقة ذي، عارف. فالشغل سيء جدا جدا بشكل جدا كبير. طبعا الشباب بإذن الله حيقصوا المناطق اللي فيها الصدى، حيقص هذه المنطقة وحيسويها من جديد. طبعا حيحتاج معجون واشياء زي كذا، حيسوي الدقات. طبعا اللون زي ما قلت لكم حيكون ان شاء الله اصفر داخلي وخارجي. طبعا داخلية هتكون الله يعطيك العافية. فالداخلية حتكون أصفر. طبعا حيشيل المنطقة هذه بالكامل، حيشيل هذه ويرتبها من جديد ويخليها يعني زي ما تقول قطعة واحدة، كأنها قطعة واحدة. هي قطعة واحدة الآن، بس أقصد يعني ما حيخلي فيها مثلا الفتحات هذه، ما حيخلي فيها الأشياء هذه، حيخليها لي قطعة واحدة. وبعدين حيرشها أصفر، أنا أبغاها صراحة البادي أصفر. طبعا حتكون الداخلية أسود فأسود، وهذا بعدين شغل المنجد. بس يعني شوف عشان تعرف انه السيارة ممكن كمان تطول، يعني شوف لاحظ المنطقة هذه كيف مصدية. سامح كيف حتسوي في المنطقة دي؟ يعني زي هذه مثلا كيف حتسوي فيها؟ دي؟ ايه تشيل القديم ده من الحتة دي، تنحته وبعدين تقصه وتركب زي التصفيحة جديدة. جميل. طيب والمنطقة اللي في الرفرف؟ بس ودي اركب لك هذا في حلقة جديدة كلها قطعة كاملة كبيرة حتكون. طيب اكيد انا ما شاء الله انتم هنا بيركب هنا صندوق البطارية. ايوه صندوق البطارية هذا مصدي من هنا، حتى لو تشوف مأكول ترى فيه البلاستيك ورا، هو فيه قطعة بلاستيك وفيه قطعة حديد. انت حتسوي الحديد بعدين حتركب البلاستيك. في قطعة ورا مرمية بلاستيكية يعني تقريبا الى شهر كم؟ ان شاء الله نهاية شهر ثلاثة ان شاء الله. نهاية ان شاء الله باذن الله. لون اصفر نهاية مارش ان شاء الله اجي استلم، تطلع بالهيئة الجديدة ان شاء الله. ما شاء الله على القوة ان شاء الله. فطبعا ناقصة هي الان بعض القطع. طبعا السيارة لانها جلست فترة، حتى الجلد هذه يعني جلد قاسية خلاص ميتة، ممكن لما ينزلونها تنقطع، فحنطلبها ان شاء الله ونحاول نجيبها جديدة. والله اني خايف منها. ليش؟ راح يتقطع اكيد، اقسم بالله راح يتقطع كله ذا ان شاء الله. لا راح يتقطع ورد على الناس، لانه ترى كلمت طالب قال ما حصلها عندي. باقي مع طالب راح تلاقيها، هاي راح تلاقيها. بس الافضل احنا شو نقول؟ ايه الافضل نخليه يسكر عليه ونخليه. واللي تحت؟ لا اللي تحت هذه من لون. خليني اشيلها انا، بطلبها بجيبها ان شاء الله من امريكا، حتى لو اخذها انا بعدين بدون قزازه. هو ما راح يشيل لك اياها، راح يطلع من قزاز برا ان شاء الله، نطلع بطريقه حلوه وسلسه. والماكينه حتاخذ تقريبا كم؟ ثلاث ساعات شغل؟ اي تنزلها يبيلها ثلاث اربع ساعات شغل. فهذه السياره الان في الوضع الحالي بدأوا ينزلون كل شيء، إن شاء الله يبدأون الشغل اللي التصفيح، يبدأون الشغل هذا كله بإذن الواحد الأحد قريبا، حتشوفها بمظهر جدا جديد. فحبيت بس أوريكم السيارة، أوريكم الشغل الحالي،
وان شاء الله باذن الله على الفتره القريبه باذن الله. يعني انا اعطيتهم الى نهايه شهر 3 مع انهم قالوا يعني اعطينا شهر ونخلصها، بس قلت لا خذ وقتك لانه بصراحه ابغاها تطلع بشكل جدا جميل جدا جميل. ف هذه الزد في الوضع الحالي ان شاء الله، وترقبوها باللون الجديد والشكل الجديد. طبعا بكذا يعني وصلنا لنهايه المقطع، وريتك السياره ووريتك الورشه، بحط لكم رابط الورشه تحت. طبعا اذا ما انت مشترك في القناه اتمنى انك تشترك وتفعل جرس التنبيهات، واذا عجبك المقطع وتحب تدعمني ما عندي مشكله اذا بتسوي لايك او شير او تعطينا شيء تحفيزي. اذا تعرف احد عنده قطع زد 280 1977، لازم 77، حط لي رقمه، حط لي الرابط، حط لي الوصف، اسمي انستغرام، اي شيء حط لي تحت. صراحه نتعب واحنا ندور قطع الزد مع انه الرياض كبيره بس ما فيها صراحه. فان شاء الله بحط لكم السوشيال ميديا في اخر المقطع اذا تبغى تشوف الابديت اول باول. نشوفكم ان شاء الله في مقطع قادم باذن الواحد الاحد، واخوكم سلطان.